إحياء سوق الخضار المركزي بمدينة الخبر بترميم أسقفه وأعمدته وتلوينها بطريقة جذابة هو مشروع أطلقه مركز الملكي عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء تزامناً مع اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية. هذا المكان استراتيجي، سوق قديم قلت الحركة فيه تدريجيا إلى أن أصبح شبه ميت، الحركة الاقتصادية اللي فيه قلت بشكل كبير. قررنا في مركز إثراء أن نعيد الحياة لهذا المكان من خلال دمج عديد من المزارعين والمزارع السعودية وكذلك المنتجات المحلية مع تجربة مختلفة للزائر، بحيث دمجنا أعمال فنية، مشاركات فنية، وكذلك وصلات موسيقية لتحيي وتضفي جو ورونق لهذا المكان. تضمن المشروع أركاناً متعددة للفن، عرض فيها فنانون وحرفيون سعوديون أعمالهم الفنية المتنوعة من أعمال فخارية ومنقوشات خشبية والرسم بالخيط وغيرها، دعماً لهم وتحفيزاً للإبداع. سوق الخضار من الأفكار الرائدة التي أعادت إحيائها إثراء من أجل إيجاد بيئة مناسبة لأصحاب الأعمال والشباب ليقدموا ما لديهم من منتجات، وكذلك للأسر حتى يجدوا مكانا مناسبا لهم ولأفرادهم من أجل أن يروا هذه البضائع في مكان مناسب جدا. تغيرت أشياء واجد في الصيانة، في كل شيء، الحركة يعني إن شاء الله تزبط تصير أحسن من أول. يعني أول ما فتح السوق كان الحركة ممتازة، بعدين ضعف السوق، ضعفت السوق مرة وإحنا باقي فيه، يعني ما رحنا مكان ولا شيء، تحملنا الضعف وبعدين الحمد لله اشتغلنا شوي، يعني زادت الحركة شوي. ذكريات الزمن القديم كانت حاضرة في السوق بقالب فني ثقافي يهدف إلى تعزيز قيمة المكان للمرتادين وتشجيع الشباب والعائلة للعودة للمكان بحلته الجديدة. هدى الغامدي الإخبارية، الخبر.